يا واد يا واد علي جرالي يا واد تيرارارا يا واد يا واد اللي سهرت يا واد. لو انت نقيب المهن الموسيقيه هتدي كارنيه لحمو بيكا؟ والله ما حد حمو بيكا بكارنيه وانا نقيب. لا 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 انت عارف انت بتعمل ايه. التمثيل جنب بالصدفه ده هو خد مشهدين في مشهدين. المهم لقيت نفسي عامل 20 مشهد في الفيلم وانا اوريدي رايح على مشهد. والسنين اللي هترميه في البحر ده هيبقى كوكتيل. ما هو النقابه هترجع تقول لك ايه انا الجمهور عايزه. عشان كده اشتغلت مع عطاري مدخول مش مع حميد الشاعري. النهارده معانا النجم طارق عبد الحليم. برحب بيك في تلفزيون يوم السابع، منورنا. انا متشرف بيكم جدا، وطبعا شرف لي ان اكون معاك استاذ عادل. شرف لي انا واليوم السابع ده اخ عزيز وعشرة عمر. 10 سنين يا طارق. طبعا يعني طبعا احلى ايام في حياتنا كلها قضيناها سوا يعني. واهلا باليوم السابع، منورين الدنيا كلها. انا مبسوط جدا الصراحه ومستني الفرصه دي عشان بقى لنا كتير ما قعدناش كده ودردشنا. انا متشرف بيها جدا جدا جدا، ويا رب ان شاء الله يعني كل الناس تستمتع بالحلقه الجميله دي ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا زي ما انا قلت انت طلعت كده ديت كتف كان وسط العمالقه يعني. متهيألي كان وقتها كان في تقال قوي. طبعا طبعا استاذنا حكيم وحمد هلال وحسن الاسمر الله يرحمه وصعب الباسط ويعني مع حفظ الارقام ومجدي طلعت وكان في ناس كان كتير قوي. ناس كتير عمالقه طبعا طبعا اساتذه. انت دخلت اديت اكتاف كده؟ والله ما اديتش اكتاف حد. انا دخلت يعني اجتهدت وكنت وحابب اللون فقدمت فيه بطريقه مختلفه بطريقه الشعب الشيك اتفرضت. بص اقول لك حاجه يعني، هي ما كانش متخطط ليها ان تبقى الشعب الشيك، ان تبقى شعبي. بس سبحان الله في ظروف كده بتجتمع بتخلي الموضوع ينتقل من شيء لشيء تاني. ده مثلا زي شغلي مع الاستاذ طارق مدكور. فطارق ده حاجه بقى يعني قمه الشياكه في التوزيع وكلمه السر في نجاح اغاني كتير. اغاني كتير جدا. ويمكن وجودي مع طارق كمان خلاني احضر كتير من كلمات السر في نجاحات اغاني كتير جدا جدا. شاهد على العصر. شاهد بقى لعمرو دياب واستاذنا طبعا الهضبه والمصطفى قمر والهشام عباس. شفت حاجات كتير جدا وانا مع طارق يعني بسبب وجودي معاه يعني. فده شيء من الحاجات اللي اسعدتني في حياتي. طب طارق انت الاغنيه عملتها اللي هي يا واد يا واد يا واد يا واد بقى لها يعني متهيألي كده 21 سنة بالظبط. بسم الله ما شاء الله عايشه لغايه وقتنا هذا الحمد لله. يعني وصعب قوي ان تلاقي اغنيه في الزمن بتاعنا دلوقتي تطلع وتعيش الزمن ده كله، لان الاغاني بتطلع بعد اسبوع خلاص انتهت. لا احنا يعني بص هقول لك حاجه، اغنيه يا واد يا واد بالنسبه لي كانت وش السعد. هي 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 طلب حليم. هي بدايه وجودي في الوسط الفني، وربنا اراد ان انا يكون وجودي بشكل كويس وبشكل قوي الحمد لله يا رب. ومن حبي في يا واد يا واد انا عدت توزيع يا واد يا واد دلوقتي عشان تناسب بقى التطورات الجديده والجيل الجديد. عملت لها ريميكس بال 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 بالبيت الجديد والايقاعات الجديده ويعني في شباب في جيل كده هوت ال10 سنين اللي فاتوا دولت مثلا او 11 سنه اتغلوش عليهم بالظبط. وكانوا صغيرين واربع سنين دلوقتي بقى عنده 14 سنه 15 سنه وما سمعش يا واد يا واد، فاهم قصدي ايه؟ فقلت اقدمها لهم بشكل جديد. برافو عليك يعني ده دي فكره بقى. لا برافو عليك. طب ما تيجي نعمل حاجه كده يا واد يا واد كده. يلا بينا عشان نستمتع شويه. يلا بينا نقول يا واد يا واد علي جرالي يا واد تيرارارن يا واد يا واد الليل سهرت يا واد تيرارارا حلو الطاطي حلو مسمت ولا مترسام يقدر يرسم. حلو الطاطي حلو مسمت ولا مترسام دي رموشك شبكوني وعيونك سحروني وفي ثانية نسوني انا اسمي ايه يا واد يا واد علي جرالي يا واد تيرارارا. طب الاغنيه دي كانت يعني جت بالصدفه ولا ايه بالظبط؟ دايما الاغاني اللي بتكسر الدنيا بتيجي بالصدفه كده. عرض عليا
اللحن الكبير اللي انا بحبه حمدي صديق قال لي في اغنيه يا واد يا واد، كنا احنا اللي هنصور اغنيه روح، فخلاص نازلين بيها وبنجهز تصوير مع جميل جميل المغازي، فجت لنا اغنيه يا واد يا واد، دخلنا عملناها لطارق مدكور. طارق مدكور قال لي هي دي اللي هتتصور، مفيش حاجه ثانيه، مفيش يروح، دي جامده ودي جامده، يعني دي بتاعتي ودي بتاعتي، بس قال لي لا هي. انت كنت متوقع النجاح ده؟ لا خالص خالص، يعني قلت هتنزل هبقى لطيف في السوق، يعني هبقى يعني نازل معايا راغب علامه ساعتها اغنيه بتاعت مش عارف لحن احمد سعد وكلمات وليد الشاعري. طب ليه كده تبعد؟ فكانت نازله معايا. اشتغلت على الاغنيه دي بكام سنه بقى وابتديت تعمل فرقه والدنيا حياتك اتشقلبت؟ اتشقلبت خلاص. اظن اعترف بيك الاستاذ محمد او علي. طبعا قال لي ايه ده نجح. تعال امضي. انا ما كنتش بقضي اصلا في الشركه. فلما لقوني بقى نجحت وبتاع ودخلت عملت فرقه ونزلت اشتغل ومن اول ما نزلت اشتغل الحمد لله حفلات وافراح قال لي بقول لك ايه، احنا في البوم تاني خلال شهور داخلينه. قلت له طيب لا عشان شغلك مش فاضي، عايزك تمضي العقد بقى عشان خاطر شغل بس بقى. شغل بس عشان خاطر الشركه لكن هو محمد حليم ده ابويا، انت عارف ده بقى. انا كل الناس بتحبه الصراحه. بص ده ابويا، الناس كلها بتجمع عليه، ربنا يديله الصحه. بني ادم من كوكب تاني كده، بني ادم نقي يعني نظيف، بحبه، ربنا يديله الصحه، ربنا يحفظه يا رب. طيب بعد كده بقى عملت ايه بقى بعد يا واد يا واد لغايه 2010 كده اشتغلت بقى والدنيا اشتغلت بقى، عملت يا واد يا واد، بعد كده عملت يا شراني، البوم يا شراني برده كان حمدي صديق. كداب بيروح النار برده. كداب بيروح النار في واد يا واد. كداب بيروح النار برده عملت لها ريميكس جديد. برافو عليك. وصورت الاثنين يا واد يا واد وكداب بيروح النار. طب نيجي بقى لمرحله مهمه جدا او محطه مهمه جدا في حياتك، هي التمثيل. اخترقت موضوع التمثيل وظهر ان انت موهوب، يعني زي ما موهوب في الغنى ما شاء الله موهوب في التمثيل. والله العظيم بالصدفه. وبعد كده بالصدفه. والله بالصدفه. ولا مره. ازاي ده؟ يعني الغنى جه بالصدفه وال التمثيل جه بالصدفه. انا كان صاحبي الله يرحمه الكابتن ممدوح فرج كلمني قال لي عايزينك في فيلم وبتاع وتيجي تغني غنوه، انا جاي اغني غنوه. قلت له تمام اجي اغني، وعملت اغنيه اسمها مساء الفل يا رجاله من غير لف ودوران، كلمات عادل ملاك عادل ولحن محمد عبد المنعم توزيع باسم منير. ف رايح عشان اغني غنوه في فيلم، فقابلت هناك المنتج بتاعه اسمه نافع عبد الهادي. نافع عبد الهادي شخصيه جميله يعني، يعني بص اكتر منتج ممكن تضحك معاه في حياتك، فظيع. قابلني قال لي بقول لك ايه انت باشا كده وطرب خليك. قال لي مش لا سيبك من التصوير الاغنيه، انا عايزك في الفيلم. قلت له عايزني ايه؟ قال لي في دور ظابط حلو قوي. قلت له مش فاضي. علي. مش فاضي، انا مش فاضي ساعتها بقى، الدنيا شغل كتير ومش يعني مش انا عايز اصور غنوه وامشي. قال لي لا والله ابدا يا كابتن ممدوح، وانا كنت بحب كابتن ممدوح. فقلت لهم طيب قد ايه مشاهد؟ المشاهد بقت بتيجي كل يوم تزيد، عارف؟ بتتمط. بتتمط. هم كانوا فاكرين ان انا ايه دور الضابط ده، انا هلعب اربع خمس مشاهد فبعرف امثل، ما بعرفش امثل هيعدوا. من غير ما تدرس ولا اي ولا حاجه ولا تدريبات ولا انا بعد كده درست. فبعد لقوني شغال. لقوني هو خد زود مشهدين في مشهدين، المهم لقيت نفسي عامل 20 مشهد في الفيلم وانا اوريدي رايح على مشهد. ف انت رايح على اغنيه؟ على غنوه اساسا، وبعد كده بقت مشهد، بقت 20 مشهد. تمام. وقضيت معاهم وقت جميل جدا، من احلى اوقات اللي قضيتها في حياتي بصراحه في الفيلم. واستمريت بقى الموضوع؟ استمريت. بعد كده في اولاد ناس، انت كنت في الاصل خريج حقوق. انا محامي. اشتغلت محامي في التمثيل هنا بقى. قلت لك عمرك ما اشتغلت محامي؟ انا عمري ما اشتغلت محامي. لا خالص. لا ولا عمري عملت معايشه في مكتب محاماه ولا حاجه. لا بس انا رحت بقى عملت معايشه مع دكتور تمثيل. دخلت بقى فريد شوباشي و يعني عايز اقول لك قلت لا انا داخل مع مين؟ داخل مع مين؟ صبري فواز واحمد وفيق وطبعا محافظ الالقاب والاستاذه صفاء الطوخي ورانيا فريد شوقي لا باقه كبيره قوي الاستاذ بيومي فؤاد. اثبتت وجودك وعملت جدل بشخصيه المحامي اللي انت عملتها. لقيت نفسي لا في مشاهد اللي تحس ان انت كنت محامي اصلا. قلت لا ما الناس دي انا يقف قدامها ابقى لطيف، انا مش طبعا عمر في قدرهم ولا في امكانياتهم، يبقى كويس. رحت درست بقى. رحت درست بقى، خدت بقى 6 شهور قبل يعني والمسلسل بيبتدوا فيه وينقوا الشخصيات، رحت اشتغلت على الشخصيه وخلصت ودخلت عملت الدور الحمد لله يا رب. عملت ايه تاني بقى برضه؟ انا وهي مع احمد حاتم وهنا الزاهد، كان دور لطيف كده اهوت، وكنت طالع جوز اخت احمد حاتم
وداخلين ان هو مسلسل جديد شادر السمك اخراج سامح عبد العزيز وتاليف مصطفى حمدي ويعني شغالين في الجديد ده بالنسبه للتمثيل. الاغاني بقى اغاني سمعنا حته منها ولا خايف تحرقها؟ افتح الهويس للندل والخسيس، افتح الهويس للناقص والرخيص، قطانين وبيجوا يشكوا لو في مصلحة يجوا يبكوا، وفي أسرارنا نازلين يحكوا، وبتفرحوا لي في أذانا دول تعبونا دولا دولا دول جرحونا دولا دولا. فلا هتسمع غيره هتعجبك قوي، والريتميك الجديد كلمات احمد الزعيم، لحن وتوزيع موزع وملحن اسمه بلوكا، وتصوير حسام المهدي، اخراج حسام المهدي. لا غيره هتعجبك قوي. لو سالتك كده اسئله عامه كده، لو انت في العربيه وعندك سي دي لطارق الشيخ وسي دي لعباس حموده وحاجه لاحمد شيبه، اول حاجه هتسحبها ايه عشان تسمع منه؟ هتقول لي الثلاثه انا بحبهم وبتاع والشغل اللي هو ايه الدبلوماسيه؟ لا قول لي هسحب ده عشان اسمعه عشان انا كذا. هسمع احمد شيبه. يعني انت سبت عباس الحكم دار وسبت السلطان طارق الشيخ و... لا انا ما سبتهمش، انت قلت لي، قلت لك لسه هقول لك بحبهم كلهم، قلت لي ان انت هتقول كده فانا اوريدي بحب طارق الشيخ طبعا. ايوه لا لا بس انت قلت هسمع ايه؟ شيبه. ليه بقى؟ بحب اختياره للمواضيع. نمره اتنين هسمع رضا البحراوي. يعني انت طلعت برضو من الاثنين، ليه رضا البحراوي؟ طيب موجود دلوقتي كويس، انا بحب صوته، مطرب كويس جدا جدا يعني. موالدي يعني بنسميه موالدي، وبيقول كلام لطيف الناس بتحبه. انا بص يا عادل هقول لك على حاجه، انا طول عمري مع حب الناس الحاجه، يعني انا ما بحبش ان حد يفرض على المشاهد او على المستمع الاهليه ان انت ما تسمعش كذا، انا اختار لك تسمع ايه. لا المستمع عنده الاهليه الكامله ان هو يسمع ويختار، والكويس يحتفظ بيه والرديء ينفر عنه. لو عندك ثلاث سيديهات لثلاث مطربين مؤديين مهرجانات، حسن شاكوش، حمو بيكا، عمر كمال، هتسحب مين وتسمعه؟ عمر كمال. والسي دي اللي هترميه في البحر ده هيبقى كوكتيل. قول لي مفيش هزار. لا لا في لا في كوكتيل فيه مين؟ في كتير قوي. لا في كتير، مش عايزين نسمي لو انا ما ازعجش الناس. لا لا انا عارف ان انا بشوط بس. لا ايوه انا عارف ان انت صريح عشان كده بسالك السؤال ده. لا انا ما سالتش السؤال ده لاي حد. لا ما هو انا هيبقى صعب قوي. لا هشوف. لا في ناس مش حارمي الناس شخصها، حارمي اغاني. اغاني ايه اللي بتترمي؟ كل الاغاني اللي فيها اسفاف، اغاني حمو بيكا القديمه ديت، اغاني يعني شاكوش الاغاني القديمه، اي اغاني صاحبها عملها بدون وعي، كان هو غرضه انه ينجح بس. لو انت نقيب المهن الموسيقيه هتدي كارنيه لحمو بيكا؟ سكت سكوت معناه الرضا. بص برضو يا عادل انت في حاجه، مشكله انك واخد كل الامور بما كانت عليه. سكوت مش شرط على الرضا. انا قديم. لا انت مش قديم، انت انت انت, انت صح ان السكوت علامة الرضا، وفي اوقات كتير جدا السكوت. لو انت مكان مصطفى كامل هتدي الكارنيه لشاكوش وحمو بيكا؟ لو احنا اعتبرناها اكل. لا شاكوش بيغني مطرب يعني، شاكوش يعني مطرب شعبي. ماشي انا موافق. انت اتحمست قوي لشاكوش وما اتكلمتش على بيكا، يعني ما بيغنيش. لا بيغنيش. قول انت. هو مش هو بيغنيش. هو الراجل بيقول لك ما بيغنيش. مين هو؟ حمو بيكا. هو بيغنيش فعلا. طب ياخد الكارنيه ليه وما بيغنيش؟ علشان خاطر النقابه عملت شعبه عشان الناس اللي بتغنيش. انت هتدي له الكارنيه؟ انت ست النقيب دلوقتي. تمام. هتدي حمو بيكا كارنيه؟ ما انا لسه بقول لك لو احنا ولا لا يا استاذ طارق؟ يا استاذ عادل في حاجه بس، ما هي النقابه عامله ايماءات في ايه؟ لو انا هعملها اكل عيش هديله كارنيه عشان اكل عيش، ما اقدرش اقف قدام اكل عيش الناس. لو انا يعني هتكلم كفن
هجيب الراجل بتاع الكشري عشان ياكل عيش. تقول لي هديله الكرنيه عشان اكل عيش؟ لا يبقى مش هديله الكرنيه. ده طبعا مش هديله الكرنيه طبعا. ولا الراجل اللي بيقول انت شو اجري هديله الكرنيه عشان اكل عيش؟ يبقى خلاص يبقى ولا يبقى النقابه فيها غلط. ما هو النقابه هترجع تقول لك ايه؟ انا الجمهور عايزه. الجمهور عايزه لان هو نزل قبليه قبل ما يجي النقابه. هو نزل وعمل ارضيه في الـ في الـ على الانترنت ويوتيوب وما الى ذلك، تمام؟ فهو عمل ارضيه فيقول لك لا انا بمنع واحد الناس عايزاه. فهنا احنا دخلنا في منطقه. طب عايز اسمع اغنيه الكذابين بيروحوا النار عشان نكتب بقى وتبقى ما عرفتش اطلع اللي انا عايزه منك برضه يا طارق. انا قلت لكم مش هديله الكارنيه. والله ما حد حمل بيك الكارنيه لو انا النقيب. ما هو ده الصح على فكره. ده والله العظيم ده الصح. ده مش عداوه شخصيه مع حمو بيك. يعني حمو بيك شخصيه جميله يعني كبني ادم. لكن انا بتكلم في دلوقتي خلاص. طب ما اي حد يخش نقابه المحامين يترافع. صح. انا بحب مهنه المحاماه. عشان ياكل عيش ويحب مهنه المحاماه. طب ما اي واحد يروح يعمل عمليه ويفتح عياده هو كان شايف نفسه هو يبقى طبيب كويس. اديله كارنيه يا اخي. عشان ياكل عيش. عشان ياكل عيش. مش لاقي حد يحبني ويخاف عليا. مش لاقي فيها امان ولا حسن نية. دنيا مظاهر والفقير مش على الخريطة. عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله صوتك زي ما كنا انا سمعته من 20 سنه. الحمد لله. يعني الحمد انا لله. مستغرب من الاستاذ محمد عبد الحليم ازاي ما كانش مقتنع بيك. اي حد جنبه حد كده هو ابن نجار مخلع يقول لك ايوه هعمل له هعمل له. بس دلوقتي اهم اخش خلص سميره سعيد هعمل له سر وباتك. هعمل له هعمل بس صابر صابر هيسافر. فدي الركنه. عشان كده اشتغلت مع عطار المذكور مش مع حميد الشاعري. مع حياتي كلها مع حميد. انا ما اشتغلتش مع حميد الشاعري. طب ليه بقى؟ عشان خاطر طارق هو اللي اقتنع وتحمس واشتغل بسرعه. حميد برضو كان عنده الضغط وطارق كان عنده الضغط. كان عنده عمرو دياب حبيبي ولا على باله وقمرين وكان عنده شان عباس ناري نارين. فكان ساعتها برضو مضغوط. بس طارق اقتنع ودخل. نورتنا يا استاذ طارق والله العظيم بجد. ورغم ان الحديث معاك ما بيخلصش وعايزين على الاقل 10 حلقات عشان نقعد ايه نقعد نتبسط كده ونحكي مع بعض. النهارده كان شرف ليا ان انا كنت موجود معاك في اليوم السابع وبرنامج الرائع وعادل عبد الله العالمي بجد بجد. اخ وهو صديق الفنانين المحترمين وهو طول عمره بدار بخير وصحفي مجتهد ومذيع فظيع. يعني هو الله اكبر عليه. انا مذيع انت عارف. لا لا بس هو جامد. لا جامد. لا هو المذيع بلغه الصحفي اللي هو بيدي الاسئله اللاذعه. فانا اتشرفت. السم في العسل. السم في العسل. انا ما قلتش حاجه. انا مش كده خالص والله. لا 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 انت عارف انت بتعمل ايه. شكرا ليك ونورتنا. اتشرفت بيك ونورتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. واكيد طبعا استمتعتوا عشان طارق عبد الحليم ده ماركه مسجله من زمان قوي يعني. وسلام عليكم.